دكتور فتحي برحب بحضرتك فندم، اهلا بيك. اهلا اهلا بحضرتك وبالبرنامج صدى البلد الجميل. كل سنه ومصر بخير وكل سنه طيبين يا فندم. اشكرك وانت طيب. تعليق حضرتك ايه على كلام دكتور وحيد؟ انا برحب بحضرتك ايضا دكتور وحيد رفعت، بانه مركز ايواء للكلاب ليس فندق وانه لم يخالف القانون. طب ادعي يا فندم، يعني احنا طبعا اولا دوله مؤسسات، ودكتور وحيد ده زميل، وبرضه هو زي ما سيادتك عارفه موظف حكومي ويعمل في الحجر البيطري. نعم. وعارف قوانين، ورئيس النقابه الفرعيه في البحر الاحمر. نعم. ويعلم ويعي تماما ان الاجراءات القانونيه للترخيص، اي منشاه بيطريه لابد من الترخيص، ولا يجوز سيادتك اي حد يمارس مهنه في اي نشاط الا الترخيص. تمام. طبعا حرصا على سلامه المواطنين وسلامه ارواح الناس وسلامه حتى تداول حيوانات الحيوانات دي برضه. نعم. زي ما سيادتك عارفه تام كل الامراض. نعم. يعني الكلاب او تعامل الكلاب او القطط او الحيوانات الاليفه مش عمليه كده، لا، لازم لها ضوابط زي ما سيادتك عارفه، ولازم يكون الحيوان مرخص واخد التحصين والبطاقه. المشكله فين بقى؟ حاضر. المشكله مفيش مشاكل، انا سيادتك فوجئنا من كام من ايام ان في على معظم مواقع التواصل الاجتماعي. نعم. افادت ان في افتتاح فندق سياحي بالغردقه للكلاب وحمامات سباحه، ونزلت على اليوتيوب وصور وكلام من ده. تمام. عقب ذلك سيادتك تم التكليف من معالي وزير المحافظ بتشكيل لجنه من اطباء طب البيطره، مجلس المدينه والامن وشرطه السياحه. نعم. ورحنا سيادتك اولا تواصلنا مع الهيئه العامه للخدمات البيطريه اللي هي المنوط اصلا بترخيص اي منشاه بيطريه. تمام. الهيئه العامه للخدمات البيطريه التابعه لوزاره الزراعه. أيوة. وبالتالي لازم سيادتك في اشتراطات لاي منشاه، سواء عياده بيطريه او فندق او مكان لايواء الكلاب والقطط الاليفه او اي نشاط بيطري، لابد عشان ياخد الترخيص. تمام يا فندم. الدكتور وحيد حتى اللحظه بكلمك فيها ولسه متواصل مع رئيس الهيئه لم يتقدم بطلب ترخيص الكلام اللي هو اعلنه. وبالتالي يصبح الفندق مخالف. وبالتالي سيادتك حتى اللحظه هو اعتبر سيادته من ضمن الاشتراطات زي ما سيادتك عارفه اشتراطات الترخيص، لابد من سند ملكيه لمكان، انا ما ينفعش اروح في مكان املك دوله وافتح مكان. نعم. لابد الاول سند ملكيه وعقد ايجار، نمره اثنين موثق، نمره اثنين بطاقه ضريبيه سجل تجاري، شهاده تفيد من النقابه اللي هو المسجل عضو نقابه، يعني طبيب بيطري وزوج المهنه. تمام. اللي هو شهاده اللي هو جابها الدكتور وحيد. كل ده مش موجود. طب خليني اسمع رد. لا طب ثواني كامل بس سيادتك، حاضر. وهو معتبر ان هذه الشهاده دي معتبرها ان ده ترخيص. ده ترخيص، لا ليس ترخيص، ومجرد ده جزء من او 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 طلب من اشتراطات الترخيص. طيب خليني بعد اذنك دكتور فتحي، خليني ارحب بدكتور وحيد على التليفون الثاني. دكتور وحيد رد حضرتك. اهلا بيك. رد حضرتك ايه على كلام دكتور فتحي سلمي؟ والله الدكتور فتحي انجز واوجز وقال كل اللي انا كنت عايز اقوله. هو قال. نعم. كل حاجه، وكل الحاجات اللي قالها احنا مجهزينها ومحضرينها، وهم عملوا اللجنه وجم شافوها. وواقفين على معاينه الهيئه العامه للخدمات البيطريه ان هي تيجي لنا تبعت لنا دكاتره يراجعوا الفندق، واحنا ما فتحناهوش. الصحفيين المصراوي زي ما حضرتك قلتي هو اللي كتب الخبر ده. حضرتك النهارده المصراوي نزل خبر ثاني وقال يعني شبه اسف ان هو كتب كلام غلط، وان كان فاكر ان الفندق ده بتاع سياح، لكن اكتشف ان ده مركز ايواء حيوانات اليفه للكلاب بس. المركز ده بقى واخد ترخيص مركز حضرتك إيواء. احنا لسه ما فتحناش وجاهزين في التراخيص، لان بدايه زي ما الدكتور فتحي قال عقد الارض وبعدين بطاقه ضريبيه سجل تجاري. امال الكلاب اللي نازله في البسين كروكي. دي نازله فين يا فندم؟ حضرتك دوت كان صاحبه الفندق اللي هم المناوطين باصحاب الفندق الكلاب بتاعتهم، فكنا عاملين حمام سباحه وبنجربه ومنجرب حاجه زي كده، فهم حطوا الصور، طلعت المصراوي كتب الكلام ده كله من غير ما يشوف، لكن هو لسه ما فتحش، احنا لسه بنجهز وبنظبط الحاجه، موجود عياده وعشان تكشف على الكلاب اللي داخله، زي ما الدكتور فتحي حضرتك. هل ممكن دكتور وحيد انه يبقى في خطر على الناس، لانه حضرتك عارف انه ممكن يحصل كوارث لا قدر الله؟ لا حضرتك، الخطر اللي قالوه ان ده لو فندق بني ادمين، لكن ده اصلا ده مركز ايواء للكلاب بس. تمام. واللي نزلوا في حمام السباحه دول صحاب الكلاب، يعني كلب وصاحبه مع بعض، هم بينزلوا زي ما هم عايزين.
فديت هي دي اللي عمل اللغط في الموضوع. لكن احنا عندنا تقريبا 5 فنادق او 5 ايواء للكلاب في الغردقه، لان انت عارفه حضرتك منطقه سياحيه. نعم وبنحاول نساعد في الكلاب. وحضرتك اللي هو احمد عبد الله بيساعد الحاجات ديت عشان انت عارفه سياحه، والحيوان ده اساسي بالنسبه للاجانب. طبيعي، بس احنا عايزين ان كله يبقى بترخيص، اقصد كله يبقى بترخيص. احنا حضرتك احنا مستنيين الهيئه العامه تيجي تبعت لنا بس الدكاتره اللي هتيجي تعين اخر معاينه. نعم. وتقول لنا اذا كان ناقصنا حاجه او مش ناقصنا. والدكتور فتحي السلمي حضرتك كان في اللجنه امبارح وشاف الورق ده كله، وهو قال الكلام لحضرتك كله دلوقتي. بس هو قال الى الان ما ان حضرتك ما لا هو بيقول على اخر كلمه، لكن حضرتك لو سالتيه تاني هيقول لك هو ورانا لغايه ترخيص النقابه اللي هو عباره عن اخر ورقه في التراخيص كلها بنقدم كل الورق دوت. دكتور فتحي معاك يا فندم. حضرتك سمعت طبعا دكتور وحيد والوالد يجي لك علشان ياخد تصريح. لا هو انا سيادتك انا امبارح كنت مكلف ان اعاين عشان ارد على ما تم من لغط واعلان ومن اعلن ان الافتتاح طبعا موجود على اليوتيوب وموجود على مواقع التواصل الاجتماعي. انا ليس فرده، ولكن بقول لحضرتك احنا شفنا طلعنا على الاوراق اللي كانت موجوده معاهم. لم هو سيادتك مع زلف دي البطاقه الضريبيه انا معاه هو هنا لم يتقدم، وانا بقول لحضرتك اهو هو على لساني. طب يا دكتور وحيد بيقول لحضرتك انك لم تتقدم. حضرتك اللي يثبت الكلام عشان ما نقعدش نجادل كتير الاوراق. لو عايز حضرتك الايصال اللي انا دفعته في الهيئه العامه عند الدكتور عصام عبد الشكور اللي هو عشان يسجل لي العياده وبعد كده المركز الايواء، وبعدين انا عندي مركز ايواء تاني غيره. احنا بقى لنا عندنا 5 عندنا حضرتك لو عايز اعدهم لك اعدهم لك. لا انا مش محتاجه خلينا في الواقعه دي. نسمع دكتور لبعض. حضرتك نسمع احنا مش اعداء لبعض خالص. احنا عايزين نساعد الناس على قد ما نقدر، لكن نمسك في حته صغيره. المطلوب ان هو المطلوب ان احنا لسه ما فتحناش ومستنين اخر اجراء ترخيصي، وهو المفروض دكتور فتحي يساعدنا. ده كلام حضرتك. ايه المطلوب دلوقتي دكتور فتحي؟ ودكتور وحيد معانا على التليفون. لسنا نطلب الا القوانين والصح. احنا طلبنا منه وقلنا له كده يتوقف ما يشتغلش غير عقب تقويم الوضع. هو بيقول لحضرتك هو لسه ما فتحش. طب لا هو يا فندم معلش احنا لما رحنا ورصدنا وجدنا يعني الكلاب وقلنا كده الامر كده يغلق المكان ما ينفعش كنسبتك يبقى فيه حيوانات غير محصنه ومرقمه عقب بعد ما يتفتح ويتم ترخيص. اتفضل انا معاكي، انا اؤيد اي نشاط شرعي واحنا بنأيده معاك يا فندم. واضح انه الملف ما اتقفلش. واضح انه وبعدين سيادتك ما عليك احنا سيادتك يعني تقدم الجهه الهيئه العامه هي اللي تبعت اللجنه واحنا لازم وقفه مجلس المدينه لدور ويطلبوا مديريه والهيئه تيجي لجنه مع من الهيئه مع الطب البيطري هنا سيادتك مع مجلس المدينه وبعد كده بعد المعاينه في اشتراطات يا فندم بيئيه في اشتراطات اخرى يستوفي اشتراطاته وليس لدينا مانع من الترخيص. احنا ما عندناش مانع في الترخيص. يبقى مطلوب دكتور وحيد ان انا افتح واشتغل من غير ترخيص، ده غير مقبول. تمام، اعتقد الرساله وصلت دكتور وحيد. الكل احنا موافقين على كل الكلام ده كله، وبعدين حضرتك انا نقيب اطباء بيطريين. نعم. وفي نفس الوقت انا المشرف الطبيب المشرف على المشروع دوت، وعندي مشروعين، واحد فاتح بقاله سنه والدكتور فتحي عارف، وده فاتح ونفس الترخيص ونفس الكلام. طب ما هو واضح ان في مشكله ما بينكم، وواضح كده انها مش واصلانا. حضرتك لا واضح انها مش واصلانا. حضرتك جبت الاخر. واضح ان في مشكله ما بينكم احنا مش واصلانا، لكن لكن احنا ملتزمين بكل اللي يقولوا عليه، احنا تحت امرهم. لا ما لان دي محافظه واحنا لكلام بلد قوانين. طبقا لكلامه كده ما فيش التزام. طبقا لكلام دكتور فتحي السنه كده ما فيش التزام. يعني اذا كنت انا مستني لجنه الهيئه. انا عرفت الموضوع ورحبت بحضراتكم بحضرتك دكتور وحيد رفعت وبدكتور فتحي سلمي وكانت